هو الناس بتحس انها تموت ولا ايه؟ في بعض الناس بيبقى عندهم شعور او تنبؤ بالمستقبل، ودي نوع من انواع واحد الشفافية. عندها 23 سنة تكتب وصيتها. ممكن يحصل كده. ده نوع من انواع الشفافيه النفسيه، يعني تبقى انسان عنده شفافيه عاليه قوي، فعنده هذا الشعور بانه هيتوفى او انه هيموت او انه كذا او الكلام ده. يعني انا واجهت ده كثيرا. اخر حاجه من حوالي 6 7 شهور، واحد صديق ليا وهو يعني شاب صغير جدا في الثلاثينات، وقال نفس الكلام. كنت دايما اسمعه في المكتب يقول الكلام ده، لما اموت خدوا الشنطه اللي في كذا ودوها في الحته الفلانيه. كان كلام وما كانش تعبان ولا حاجة؟ لا ولا حاجة. هو مات كده برضه، مفيش ولا أي حاجة، مات على سريره عادي جنب زوجته يا عادي. يا نهار أبيض. وعلى طول كلها كان يردد الفكرة يردد دي؟ الجملة دي على طول دايما، لو مت اعملوا كذا، لو مت الحاجة اللي في المكان الفلاني حطوها لفلان أو ادوها لعلان، لو حصل كذا نفس الكلام كده. مش عايز طبعا أوضح بالظبط، لكن ده الكلام اللي كان بيتقال. فكان كلام غريب. أو حتى مرة كنا التقينا مرة في عمرة، فبنتكلم، كان هو جينا في فندق في غرفة واحدة أنا وهو، فقاعد حتى بيكلمني يقول لي اديني هوت سبوت، فبقول له ليه أنت هتعمل إيه وبتاع، فمش وقت بقى نت وبتاع وكلام زي كده، وأنا بهزر معاه يعني، والواحد أنت في عمرة ويا أخي يعني سيب المعاصي تسعديها ظهرك، بهزر معاه يعني. قال لي لا لا لا، بص ما عادش في وقت للمعاصي. فبقول له ليه ما عادش في وقت المعاصي؟ قال لي خلاص احنا هنموت. قلت له يا عم هتموت ليه؟ هو عنده حاجه و30 سنه. حاجه و30 سنه. يقول لك ما عادش في وقت للمعاصي. قلت له انت قصدك عليا انا؟ قال لي لا لا، قصدي عليا انا. انت تقريبا حتى انت عندك وقت كبير خبر. للمعاصي. لا هو بيقول لي كده، انت تقريبا لا تسمع خبري، انت تقريبا هتسمع خبري. اكيد بنفس الطريقه. كلمات غريبه جدا يعني، واقع غير عادي يعني، غير طبعا دي صدمات الانسان بيتعرض لها. ففعلا دول ناس بيبقى عندهم شفافيه. انت قد يكون الظاهر، وهو ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ان من الناس من يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها مقدار شبر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، وان من الناس من يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها مقدار شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. معنى الحديث ان واحد بيبقى هيئ للناس وخيل للناس انه بيعمل بعمل اهل النار. فانا كنت اقول لصاحبي ايه او صديقي ايه، انا يعني خيل اليه انه هذه الاعمال من اعمال اهل النار، ولكن سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه، يعني خيل ليه هذا ودخل هو الجنه. واعتقد هذا واظنه كذلك يعني، والله حسيبه. ان ده الموقف انك بتقول له انت يعني هتفتح النت ليه وبلاش معاصي واحنا بنعمل عمره، خيل اليك انه بيعمل اعمال اهل، هيعمل معصيه. لا لان كان في طبعا هو صديق فاكيد عارف بعض اسراره وحاجات طبعًا. فيعني فخيل الي هذا الكلام. لكن شوفي بعد لما الحدث ده تم، الواحد بيتفكر يعني صحيح. سبحان الله، نشوف مين ممكن يخش الجنة صحيح. يعني ممكن الناس شايفة ان ده بيعمل بعمل اهل الجنة، هو في الاخر هيدخل النار.